طباعتها مع حذف كل ما له علاقة بالاحتلال. الاحتلال يعمل جاهدا لوضع كل العراقيل أمام المقدسيين ليرحل المقدسيين. أنا بتمنى بس أشوف هذه الناس اللي بتنزل بس في رمضان، أشوفها بعد رمضان. قبل رمضان كنا والله صوبنا إحباط مع قلة الناس، طالع يعني يوم بتشوف الناس هيك بتشوف بعد رمضان بتحزن، بتقول ليش هيك ده بصير، يعني صار سبحان الله كأنه مزار بس في رمضان. الله يغير الحال إلى حال أحسن. أنا يوميا بنزل على البلدة القديمة، بنزل على الجامع السنية، بنصلي الظهر والعصر والحمد لله، بعدها بنروح نقعد يعني بنتفرج شوية شو بدور في هالبلدة وشو هذا. بتضل البلدة عبارة عن تراث، يعني تراث يعني وتاريخ، تاريخ عريق يعني هذه البلدة القديمة. كل عام وانتم بخير، أول إشي صحة والسلامة. وضع البلدة القديمة في رمضان ممتاز جدا والإقبال ممتاز جدا، بس إحنا بنتمنى على طول السنة يظل الإقبال والناس تنزل في الأيام العادية، بدناش إحنا بس في رمضان نزور مقدساتنا ونزور بلدتنا في الأيام العادية كمان. الإقبال قبل رمضان صفر، في رمضان الناس كلها كأنها بتكون في البلدة، بس هي البلدة إلها شهر علينا زيارة بالسنة وبس، والباقي السنة خليها للناس اللي بالهم فيها يعني، بس احنا بنتمنى انهم يضلوا على طول ينزلوا. كل سنه وانتم سالمين. انا من سكان البلده ابا على جدا، في الوضع يعني في رمضان كويس، اما في غير رمضان بتلاقيه يعني من هون للظهر بتسكر العالم، يعني توت الاتيم بينش، يعني انا بعد يعني بفكر فيه انه لو يفتحوا لهم مؤسسات يكونوا هيك هون في الطريق كان بيصير اجر، اما الناس يعني بيجوا هون خطف ما خطف، يعني زياره يعني زيارات خطف، بتاني يكونوا مؤسسات بيجي اكثر، بيجي ناس اكثر. بدها دارس بال برب الدرم الكبار، يا عمي الكبار الدرم يعني مش دايرين بالهم على هذه المنطقه اللي هذا. انت لا تروحوا قاضي يا عمي، كل انا ساكن في البلديه ما فيش ولا واحد بزورنا من المسؤولين. يعني مع دخول شهر رمضان المبارك ازداد التوافد للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، وهذه الأجواء نتمنى أن تبقى على مدار العام، لأنه مع انتهاء رمضان يعني تعود الأمور كالسابق ويكون هناك أعداد قليلة تتوافد إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. وندعو جميع شعبنا في الداخل والخارج وفي محافظة الخليل إلى التوافد الدائم إلى الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وخصوصا وليس فقط في شهر رمضان المبارك. أنا بتمنى إنه كل يوم يبقى في رمضان في البلدة القديمة ويبقى في دعم في البلدة القديمة، لأنه إحنا هذا الحكي ما بنشوفوش إلا غير بشهر رمضان، إني إحنا نتمنى إنه كل يوم يبقى في رمضان عشان نشوف الناس هذه الطيبة والناس المحترمة اللي بتجي دعم للمقدسات وللحرم الإبراهيمي. وإحنا بالنسبة لنا بنطلب من كل الناس إنها تجي تدعم البلدة القديمة في رمضان أو غير رمضان يعني. يعني الأجواء في البلدة القديمة زي ما أنت شايف أجواء خرافية وأجواء شعبية ودينية ورمضانية أروع، ونتمنى أنه استمرار المواطنين وتوافدهم على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي للحفاظ ودعم صمود المواطنين ورباطهم في البلدة القديمة والحفاظ على مقدساتنا وعلى الهوية العربية والإسلامية التاريخية للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وكل مقدساتنا الموجودة في البلدة القديمة. ونتمنى أن هذه الأيام مش تكون بس بشهر رمضان، تكون طول السنة. بندعي كل مؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني تدعم صمود المواطنين من خلال إنشاء مشاريع وبازارات في البلدة، تدعم صمود وتعزيز جلب كل المواطنين للبلدة القديمة حتى إنه إحنا نحافظ على الهوية الفلسطينية. زرنا البلدة القديمة والحمد لله رب العالمين، الأسواق فيها مرتبة وكمية الناس فيها منيحة، وبنتمنى إنه بعد رمضان كمان يضل الإقبال عليها بالشكل هذا،
لتعزيز وصمود أهل البلدة القديمة، وإن شاء الله ربنا بمن علينا برمضان القادم بأعوام وأعوام بالخير واليمن والبركات إن شاء الله رب العالمين. حقيقة اليوم أجواء رائعة جدا في البلدة القديمة، حيث ألوف المواطنين يئموا البلدة القديمة وحرم إبراهيم الشريف ومسجد السنية ومسجد الأزازين، أجواء رائعة جدا، أجواء روحانية جدا حلوة في البلدة القديمة. حقيقة الأجواء كنا نفتقدها قبل حلول شهر رمضان، حيث أن كانت يعني البلدة القديمة شبه مدينة أشباح خالية من المواطنين الفلسطينيين. اليوم البلدة القديمة عامرة بسكانها وبأهلها وزوارها. نرجو يعني عبركم أن كل مواطننا في مدينة الخليل أنه ما تكون البلدة القديمة لوحدها بعد رمضان وبعد انتهاء شهر عيد الفطر المبارك. احنا بنتمنى دائما في البلدة القديمة تكون الأجواء، هذه الأجواء دائما تكون موجودة للبلدة القديمة، أجواء رمضانية، لكن احنا بدنا دائما على مدار السنة في هذه البلدة القديمة نحييها. بطلب من المؤسسات من البلدية من المحافظ انه يضل داعم هذه البلدة القديمة اللي ضل موجودين الناس تروح وتيجي فيها. كل عام وانتم بخير للجميع. احنا بنتذكر واحنا اطفال باقي هذا الاجواء، بقينا مع ابياتنا مع جدودنا، بقينا نيجي على هذه المنطقه باقيه لها رونق وحلفه، فاحنا بنعيد الذكريات، فان شاء الله ذكرى بتضل ذكريات جميله وبتضل البلده القديمه بلده عز وبلده للخليل. طبعا الاجواء في البلده القديمه زي ما انت شايف هي اجواء جميله واجواء مكتظه بالمواطنين، ويعني ولكن هذه الأجواء هي فقط في شهر رمضان، لا نشاهد هذه الأجواء في الأيام العادية. ونتمنى أنه يكون في المستقبل مبادرات وهناك تحرك من قبل مؤسسات الدولة مؤسسات المدينة بأنه يكون فيه هناك تحرك من أجل إحياء البلدة القديمة. البلدة القديمة هي شريان مدينة الخليل وهي العمق التاريخي والحضاري والتراث الخليل. كيف ولا والخليل هي على عهد التراث العالمي في 2017 والخليل هي مدينة حرفية ل 2016، فتستحق الخليل الاهتمام أكثر من أجل أن نبقى محافظين على عروبة المدينة وعلى إسلامية مدينة الخليل، وهذا بحاجة إلى جهود في ظل الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل. الله، الأجواء رمضان في البلدة القديمة إنه حلوة، وباقي قبل إحنا البلدة القديمة هي أبو البلد ومعروفة، باقي الحسبة بصلات الخضرة كليته هذا الإشي موجود، باقي تبقى الأزمة مثل هيك قد هيك 10 مرات. بنتمنى إنه ينعاد الحسبة والذكريات القديمة وشارع الشهداء، وإن شاء الله الله يجيب الفيل خير، يعني باقي شارع الشهداء والحسبة والسوق هذا في رمضان أو غير رمضان. زيارة البلدة القديمة بتجنن، لازم يحيوها الناس، يعني لازم يظل فاتحة هيك 24 ساعة يطيحوا فيها البلد القديم، والله ما بحب نطي عليها. الاحتلال يعمل جاهدا لوضع كل العراقيل امام المقدسيين ليرحل المقدسيين.